أتينا على نهاية فعاليات المهرجان الدولي للتلاقح الثقافات بمدينة العرائش في دورته الثامنة. المهرجان اللي شاركت فيه 10 ديال الدول بأزيد من 220 فنان وفنانة من هذه الدول هذه اللي هي إسبانيا، البرتغال، ماسيدونيا، كولومبيا، الأرجنتين، المغرب البلد المضيف، الجزائر، العراق، فلسطين، وكذلك كندا لأول مرة معنا. قلت هذه المشاركة ديال الدول هذه أضفت البهجة والجمال على ساحات وشوارع مدينة العرائش. كانت هناك مجموعة ديال العروض داخل القاعات وخارج القاعات. العروض ديال خارج القاعات كانت عبارة عن كرنفالات وعروض مفاجئة داخل مجموعة الساحات التي تركز على الساحات ذات الطابع التاريخي والمعماري من أجل الترويج للسياحة الثقافية في مدينة العرائش. وكذلك كانت هناك عروض داخل القاعات كقاعة سينما أبيندا، واليوم بقاعة المركز الثقافي العرائش بباهو المعهد الموسيقي اللي هو عرض الختامي داخل العرائش، وكذلك داخل المحطة الطرقية العرائش. قلت لأنه الدورة هذه كتعرف المشاركة ديال 10 ديال الدول. بالمناسبة بغيت نشكر جميع الفنانين والفنانات اللي جاوا المغرب من جميع الدول، والفنانين والفنانات المغاربة اللي شاركوا معنا كذلك، وجميع المساهمين والداعمين، وسائل الإعلام اللي صاحبتنا وكبتنا في هذا المهرجان هذا اللي الهدف ديالو او الاهداف ديالو هي الدعوه للسلام، الدعوه للعيش المشترك، الدعوه للتسامح، والدعوه كذلك لثقافه السلم وثقافه العيش المشترك كما قلت.